زي ما كانوا بعض الصحفيين بيبيعوا أقلامهم للنظام السابق، حضرتك متهم إنك بتبيع قلمك للنظام الحالي. سيدتي، ما هو قولك؟ هذه يعني من يتهم بذلك لا يعرف التاريخ. أنا عايزة ردك على الاتهام. ليه بقى؟ خلي بالك إن أنا لدي مشروع أنا اتسجنت قبله في الفترة الماضية بسببه. أنا وإخواني من الإخوان المسلمين وقفنا وراء هذا المشروع لغاية ما وصل منا رئيس. الآن أنا لا أباهي ولا لا أرائي السلطة، لكن أنا أقف وراء سلطة ألا أنها مشروع ناجح، وإحنا اللي وصلنا لهذا وسنستمر خلفه. طيب، السلطة بتاع مبارك كانت بتدفع، لكن إحنا كإخوان مسلمين إحنا اللي بندفع. أقوالك وصلت.